بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي هنتكلم على نوع ثاني من الستوب اريا، بس اللي اشتغلنا عليه قبل كده كان اسمه ايه؟ الستوب اريا. ده دلوقتي اسمه توتال ستوب اريا. تمام؟ توتال ستوب اريا. بص، ستوب اريا كانت بتحجب لوحدها LSA type 4 و 5. لما اضيف عليها كلمة total هتحجب كمان ايه؟ type 3 LSA. يبقى انت حجبت 3 و 4 و 5 واستبدلتهم بايه؟ 0 ده 0 ده 0 default route. default route ناحية الـ ABR بتاعها. ماشي؟ طيب تعالى على راوتر ما بين راوتر 9 و 13. الزيرو ده الزيرو ده الزيرو ده يا باشمهندس هتتزع على اي اس اي تايب؟ تايب 3. يعني هتزع ديفولت روت تايب 3 وتستبدل هنشوفها بعين هنشوفها بعينين دلوقتي. 13 المفروض ان هو نيبر مع 9. وشايف كل الاكسترنال وشايف كل الانتر اريا راوت، يعني ده تايب 3 وده تايب 5 وفي الداتابيز بتاعته في تايب 4 شو اي بي او اس بي اف داتابيز. هنلاقي هنا ادي التايب 4 ادي التايب 5 ادي التايب 3. تمام؟ لما احول الاريا دي لتوتال ستوب كده انا بشيل الايه؟ هشيل الثلاث انواع. طيب ازاي هحولها الى الاريا اللي احنا شغالين عليها دلوقتي؟ اريا 139 رابطه 9 و13. 9 رابط مع اريا 0 جايب لي الايه؟ الاكسترنال راوت من بره من عبر الراوتر 7. طيب ازاي بعمل ده؟ قال لي كل الموضوع ان انت بتقول ان راوتر 13 ستوب وبتيجي عند 9 بتقول له ستوب وبتزود كلمه ايه؟ نو سمري. تعال نشوف، خلينا اقفل بس الحاجات دي. راوتر او اس بي اف 1 اريا 139 ستوب. مجرد قلنا ما بتخلي الاريا ستوب، الهلو باكيت اللي بتتبعت من نيبور الى اخر بيبقى ايه؟ فيها الستوب فلاج، فلازم يتوافق عليه من النيبور اللي قدامك عشان يتبنوا ايه؟ تبنوا ريليشن شيب او اس بي اف ريليشن شيب ما بين بعض. فدلوقتي 13 وقع لان اللي قدامه مش قايل ان انا ستوب. فهاجي على 9 دلوقتي اقول له شو ران سكشن او اس بي اف وكونف تي وراوتر او اس بي اف 1 اريا 139 ستوب. بس هنا ستوب ايه؟ نضيف لها نو سمري. لما تضيف ستوب نو سمري كده انت خليتها ايه؟ توتال ستوب. انت ضفت على الاي بي ار بس يا باشمهندس. على الاي بي ار انت مش محتاج الكوماند ده غير على الاي بي ار. على الرواتر العاديه جوه مش محتاج غير كلمه ايه؟ فقط ستوب بس. طب يا باشمهندس افترض اضفنا الستوب نو سمري على مين؟ على الراوتر العادي اللي مش محتاج. ايه انت احتياجك في ايه ده؟ انت كل العمليه والشغل اللي بيحصل على الاي بي ار. هو نو سمري معناها ما تدخلش السمري ال اس اي او تايب 3. اوكي لكن ده هيعمل ايه بالظبط؟ المفروض كتبتها ولا ما كتبتهاش؟ مش قصه. اوكي افتهم. طيب دلوقتي نروح على 13. 13 كان شايف زي ما قلت لك 5 وكان شايف 4 وكان شايف 3. تعال نشوف هيستبدلهم بايه.
استاذ مؤمن، بس ما عليك امر، بس بعد ما انه نشوف شو شايف وكذا، بس انه يعني انه بس انه لما انا بدي اعمل هذا الامر هذا، انا شو بدي افهم من يلي انا شايفه يعني؟ طيب هو الفكرة ليه ما غيرش دلوقتي دور شوية بي واسبب نيبو؟ مازال موجود. مازال موجود. جرب طيب اعمل اي كلير اي بي واسبب في بروسيس. بتاع ده فيه بجات كتير. بروسيس. انا مش شايف تايب 4 بس شايف تايب 5. طيب نبص على الداتابيز. دو شو اي بي راوت اسف. ده يعني ده اللي ضايق، ان انت هنا شايف تايب 5. ليه تشوف تايب 5؟ المفروض ما تشوفش تايب 5. هنا الديفولت راوت داخل على اساس ان هو ايه اسلام اهو سامري راوت، وتم استبدال كل حاجه فعلا اهو. استبدل كل الراوت بايه؟ او اي اي معناها تايب 3 ال اس اي. خلينا كلير ده. دو كلير اي بي او اس بي اف بروسيس. يس. طب انا استاذ، نحن في الـ في الـ في الراوتر الخاص في الهب، نحن ده مثلا بنقول له انه انت بدك تكون مثلا نو اوتو سمري، بس بالراوترات السبوك بدنا نقول لهم على كل واحد فيهم الاريا بتاعهم، نقول لهم بس ستوب. طيب ما انا عملت كده، ده قلت له ستوب نو سمري، لان ده اي بي ار رابط مع اريا 0 ورابط مع 39 139. ال 139 دي انا هخليها ايه؟ توتال ستوب اريا، يعني هشيل منها خمسة وأربعة وثلاثة. وده اللي حصل. ادي راوتر 13 هنا مش شايف خمسة، أصبح خمسة مش موجود. مش موجود غير الايه؟ أربعة. الديفولت راوت اللي ايه؟ استبدل بيه السمري راوت لل اس اي تايب 3، واستبدل بيها التايب 4 اللي اس بي ار سمري، واستبدل فيها الاكسترنال راوت اللي هو التايب 5. انت دلوقتي ما عندكش الثلاثه دول، والراوتينج تيبل ما عندكش فيه غير ايه؟ غير ديفولت راوت ناحيه مين؟ ناحيه الاي بي ار. يبقى خلينا نقول لما تبقى الاريا توتال ستوب، ايه اللي بيحجبه الاي بي ار عن الاريا دي؟ يا 3 و 4 5 3 و 4 و 5، وبيبدلهم بايه؟ يستبدلهم بايه؟ بديفولت ديفولت على شكل ال اس اي تايب كام؟ 3 على شكل ال اس اي تايب. فيها مشكله دي بالنسبه لك يا ايمن؟ فيها مشكله استاذ؟ انا بس بدي بسمع لك امر. انا بعرف انه انت شارح هالشيء من هي من قبل كده يعني، بس انا قصدي انه لما بدي انا اقول له شو اي بي او اس بي اف داتا بيس، بس انا شو بدي افهم مين الادفرتايز ومين الجنريت ومين هي البتاع؟ طيب. بعد ما انت عملتها، بعد ما عملتها توتال ستوب،
اي راوتر في الاريا 139 مش هيشوف غير ده، غير التايب ده من الحاجات اللي جايه من بره. هنا الادفرتايز راوتر هو 999، مين اللي باعت لي الديفولت راوت 999؟ هو اللي عمل جنريت للايه، للديفولت راوت ده ورماه لي هنا عندي كراوتر 13. يبقى 9 لما قلت له انت نو سمري ستوب نو سمري، قال لك اوكي انا هحجب 3 و4 و5 وهستبدلهم بديفولت راوت ارميه للراجل اللي تحت ده. ف 13 شايف ايه؟ شايف ان 9 ده الراوتر اي دي بتاع 9 باعت له ايه؟ ديفولت راوت على شكل ايه؟ سمري نتورك لينك ستيت اللي هو تايب كام ده؟ تايب 3. بس كده. طيب الاساس، طيب يلي هلا فوقه، يلي هلا فوقه انه اللينك اي دي 10 139 139 9، شو يعني هو؟ يعني شو هو هون بعت له؟ ده ايوه دي دي ما انت عشان كده لازم ترجع للمحاضره اللي فاتت ايمن، دي شرحناها في المحاضره اللي فاتت. دي طيب خلاص، ده ال اس اي تايب 2 اللي عمل له جنريت الايه؟ الدي ار. الدي ار في الشبكه دي 9، لان هو ايه؟ عامل اول، وده اللينك اي دي بتاعه. خلاص تمام. في مشكلة كده في التوتال ستوب نسيبها ونمشي؟ اوكي.